خلينا نتكلم معاك بقى يا عبد اللطيف كمان، انه يعني كلمني على موضوع الاجانب. الاجانب لما جم طبعا اكيد اول مره يجوا، وكان انت عارف ان دايما كان بيبقى عندنا مشكله في الاجانب، كان بيجي ممكن يبقى استقباله ضعيف شويه، ممكن يبقى فيه وبنكتشفها للاسف اثناء الموسم، ما فيش تغيير للاجانب اثناء الموسم. كلمني عن تجربه الاجانب السنه دي. لا بصراحه يعني احنا بالنسبه لكلازمير جالنا تقريبا بعد ما بدانا بفتره، علشان كان عندنا مشكله في الاصابات في السنتر بلوك، لان كنا فتره طويله كنت انا وعادل بس اللي موجودين والناس كانت مصابه، فهو كان اضافه كويسه جدا، وده قدر يخش جوه الفرقه بشكل كبير. واعتقد ان دي بتبقى مشكله ناس كتيره جدا الاجانب، انه ازاي يخشوا جوه الفرقه، ان هم ما يبقاش منعزل عن الناس، يبقى جوه التيم نفسه في كل حاجه. انما هم الاثنين بصراحه عندهم الحته دي كويسه، بيقدروا يخشوا جوه الفريق، وقدروا ان احنا يعني نبقى قريبين جدا من بعض، فده ساعد الفرقه بشكل عام. حتى ممكن تشوف ده في الماتشات، ردود افعالهم بعد كل نقطه، روحهم جوه الملعب، فده بيتعكس اللي هو اوضه اللبس، العلاقه بين اللعيبه، ده اللي بيتعكس ان روح الناس روحها كويسه. فالموضوع في الفولي انت عندك 6 مهارات، فمش اكيد مش كل لعيب هتجيبه في الـ6 مهارات 100%، مفيش حد بيبقى بالشكل ده على مستوى عالي حتى. بس الفكره انت محتاج ايه، وقدر يضيف لك ده كرازمير. وراي بصراحه عملوا سيزون عالي جدا جدا، خصوصا في ماتشين الزمالك السنه دي.